جزيرة أنجلسي في بريطانيا موطن لحوالي 70,000 شخص، وتشتهر بتربية قطعان الماشية. وهنا في هذه المنطقة الهادئة سيبدأ الأمير ويليام وكيت ميدلتون حياتهما الزوجية. فويليام يعيش هنا ويعمل قائد طوافة بحث وإنقاذ، وهو في هذه الحانة محور حديث الرواد. لقد كنت قريبا جدا منه وأنا على متن زورق الإنقاذ، فعدة مرات جاءت الطوافة لدعمنا. البحر والحانات والشاطئ وكل شيء رائع، ولن تشعر أبدا بالملل. ولأنجلسي علامة فارقة، ففيها يوجد المكان الذي يحمل الاسم الأطول في بريطانيا. ومنذ أن شاع خبر إقامة ويليام وكيت هنا في المستقبل، ارتفع عدد السياح كثيرا، لكن ليس الجميع موافقا على وسيلة ترويج السياحي هذه. لو كنت أعمل في وكالة سياحية وآتي بالسياح إلى هنا، لكنت أستطيع أخذهم إلى أماكن يذهب إليها ويليام وكيت، وأيضا إلى حيث سيعيشان. فهذا المكان مميز حقا، وأنا متأكد من أن السياح سيودون معرفة المزيد عنه. أنا شخصيا لا أريد حصول ذلك على هذه الجزيرة، فنحن لا نقوم باستغلال الناس هنا، وأعتقد فعلا أن الأمر سيبدو عرضا مبتذلا. ومن المرجح أن يلاحق المصورون العريسين حتى بعد أن ينتقلا للعيش هنا. لكن عدا عن القصص التي تدور حول أماكن تسوق ويليام وكيت، ليس الناس مستعدين لإعطاء أخبار كثيرة عنهما، فعيش الزوجية ما زال سر الأسرار. يكون لديك نوع من الاحترام لخصوصيتهما، وأعتقد أن رغبتهما في العيش هنا هي بسبب قدرتهما على التمتع بالخصوصية. ورغم ذلك يتمنى صاحب الزوارق هذا أن يشارك الأمير في إحدى جولاته، إلا أنه لن يعلم مسبقا، فويليام لا يستخدم اسمه في الحجوزات.